السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده معايا قرايه فنجان برج السرطان. طبعا الناس اللي كانت بتسالني عايزين برج الثور وبرج الحمل وبرج الجوزاء، انا نزلت الثور ونزلت الحمل ونزلت الجوزاء، ودلوقتي معايا السرطان. طبعا اول الفيديو كده هتختار رقم من الثلاثة، رقم 3 او 8 او 4، هنختار واحد ونحط نية على الرقم اللي هنختاره لحد اخر الفيديو، واخر الفيديو هنقول رسالة الرقم والنية اللي اتحطت على الرقم هتتحقق ولا لا ان شاء الله باذن الله. دلوقتي من غير اي مقدمات هنخش على طول في القراءة، قراءة فنجان برج السرطان. علشان انا برج السرطان عنده حياته متلخبطة، حياته كلها حاسة ان هي بايظة، فان شاء الله باذن الله نقدر نطلع شوية افكار ايجابية وطاقة ايجابية من فنجان برج السرطان خلال شهر نوفمبر. نطلع شوية على الاقل طاقة او شوية حاجات تخلي الشخص اللي هيسمع الفيديو يكون عنده طموحات وعنده تفاؤل ان شاء الله باذن الله. برج السرطان، اولا انت حاليا عايش في دوامة، عايش في وحدة، عايش في انكسار. انت حياتك ملخبطة خالص. للمتجوزين شايفة انه ما عندهمش استقرار في العاطفة نهائيا، وعندهم في قلب البيت نار مولعة في البيت. برج السرطان للناس المتجوزين في البيت عاطفيا متدمرين، وكمان ممكن مشاكل كتيرة جدا في البيت وهم اصلا مش مرتاحين. ده بالنسبة للناس المتجوزة شايفة ان في قلب البيت ما عندهمش راحة، او عزاب برضو في قلب البيت ما فيش راحة خالص عندكم. برج السرطان حصل عندك زعل، او في اشخاص زعلوا منك وبيحاولوا يرادوك. بعض برج بعض برج السرطان مستنيين حمل، مستنيين خبر حمل خير ان شاء الله باذن الله. برج السرطان، انت عملت حاجه فتحت عليك ابواب كتيره جدا، مخلياك ما بتنامش الليل. انت حتى نوم الليل يا سرطان ما بتنامش، ولا بتنام ليل ولا عارف تغمض عينيك بسبب الكلام او بسبب الحاجة او الحاجات اللي انت عملتها. كل شخص بيسمع الفيديو ده عارف هو عمل ايه، وده طبعا بعض برج السرطان، مش كل الناس، بعض برج السرطان عملوا حاجة فتحت عليهم ابواب كتيرة جدا مشاكل. حصل عندك خسارة يا برج السرطان، حصل عندك خسارة حاجة اندمت عليها او حاجة عملتها واندمت عليها. انت يا برج السرطان من الشخصيات اللي هي بتلعب بالدنيا كلها، شخص قوي جدا، عارف قدراته كويس جدا، وبيلعب بحاجات كتيرة، ممكن يعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت، ممكن يبني كذا مشروع في نفس الوقت ونفس الحال. تفكيرك عندك تفكير مستمر يا برج السرطان. شايفة ان انت يا برج السرطان بتبحث عن الحياة الهادية، انت بتبحث عن الحياة الهادية يا برج السرطان. حصل عندك يا برج السرطان زعل بسبب حد كان تعبان من عيلتك، او حد توفى، او حد هيتعب، تعب او هيتعب، حصل او لسه ما حصلش. عندك حد تعب وزعلت عليه او هتزعل عليه. برج السرطان، انت كنت عايش ملك، كنت عايش بمزاج عالي وبحياة جميلة. في ناس دخلوا بيتك، في ناس دخلوا بيتك يا برج السرطان وخرجوا، خدوا من البيت السعادة والاستقرار والراحة، وخدوا كل شيء انت تملكه جميل، تقدر تقول كده عين وصابتك بمعنى اصح. حياتك انقلبت بمجرد ما هم خطوا خطوة برا الباب. برج السرطان، برج السرطان من فترة حصل عندك مناقشة كلام،
حصل حوار وزعلت ناس بسبب ردك وبسبب طريقة كلامك، زعلت ناس عندك يا برج السرطان. اكتم وبلاش الكلام كتير، بلاش الكلام الكتير عشان الندم مش هيفيد يا سرطان. الندم مش هيفيد، الندم يا سرطان مش هيفيدك بأي حاجة بعد الزعل. في حد بيمدلك ايده عشان يساعدك بس انت رافض، بترفض المساعدة، بتحب تعمل كل حاجة بنفسك. انت ماشي في موضوع او ماشي في حاجة الفترة اللي جاية، انت اصلا حاليا ماشي في مشروع عمل، في مشروع حلو في حياتك هيجيلك من وراه خير، عشان في شمعة هتنور لك طريقك، في شمعة هتنور لك طريقك هتجيب لك من وراء الطريق اللي انت ماشي فيه خير. برج السرطان عندك حيرة مستمرة، وكمان عندك حيرة حاليا في موضوع او في حاجة، في حاجة عايز تكتشف حقيقتها، حاجة شغلة بالك، شغلة تفكيرك بتخليك مش عارف تنام، في موضوع شاغل بالك وبتحاول تدور له على إجابة، بس إن شاء الله بإذن الله من البحث والتفكير اللي انت بتعمله هتحصل على الإجابة، أو الإجابة قدام عينك بس انت لسه ما جمعتش أفكارك. عاطفيا يا برج السرطان حصل عندك رجوع حبيب او ارتباط جديد او نجاح في علاقة جديدة، وبعض برج السرطان شايف ان حياتهم العاطفية مش كويسة، تعبانة، عندهم تعب عاطفيا، مفيش راحة خالص عندكم ولا استقرار. ده بعض برج الجوزاء، برج السرطان وبعض برج السرطان. برج السرطان انت وقعت في مشكلة، وقعت في حيرة، وقعت في حاجة خدت منك كتير، وقعت في حاجة او وقعت نفسك في حاجة خدت منك كتير. احذر من العقربة او الحية اللي في حياتك يا برج السرطان. زي ما قلت لك في عدد اشخاص دخلوا بيتكم دمروا لكم حياتكم، احذر منها. برج السرطان شايف ان صحيا انت عندك حيرة مستمرة، نفسيا مزاجك مش رايق، عندك تعب جسديا، دايما عندك صداع وضغط، دايما بتشكي وعندك ضغط في حياتك يا برج السرطان. شايف ان انت ما عندكش راحة، بس تفائل علشان في خبر حلو هيغير لك حياتك، في خبر حلو هيغير لك حياتك، او انت منتظر خبر حلو هيغير حياتك. انت قاعد وساطل وبتقول امتى حياتي تتغير وابقى عايش زي الناس التانية المبسوطة في حياتها. بس انا شايف ان عندك خبر حلو جدا هيغير حياتك، ممكن يكون الخبر ده بخصوص مال، بخصوص شغل، بخصوص حاجة هتغير من حياتك كلها. في قرار مهم يا برج السرطان لازم تاخده الفترة اللي جاية، علشان ده خاطر القرار ده لو انت ما خدتوش هتخسر ناس غالية على قلبك، هتخسر ناس غالية على قلبك، فياريت تاخدي القرار ده وتاخده بتفكير عميق علشان خاطر ما تخسرش اي حد. انت نيتك طيبة يا برج السرطان، نيتك طيبة وقلبك طيب، بس كلامك ولسانك ورد فعلك بيوقعك في غلط كتير جدا، وبتفتح عليك ابواب هي مقفولة من سنين، بس انت بطريقة كلامك بتفتحها وبتدخلك زعل. عليك عين يا برج السرطان، وعين شديدة جدا، عليك عين وعين شديدة جدا. في حد انت بتحبه وبتحاول تطبطب عليه وتحتويه، في حد انتوا بتحبوه وبتحاولوا تطبطبوا عليه وتحتووه. كمان يا برج السرطان عندك نقطة مهمة جدا، حد هيقولها لك هتفرق معاك كتير، حد هيقولك النقطة دي هتفرق معاك كتير في المشروع اللي انت هتعمله او المشروع اللي في دماغك.
فانا شايفة مهنيا عندك رزق وعندك تحقيق مشروع حلو جدا بخصوص عمل، وده هيجيب لك حاجات كويسة جدا ان شاء الله باذن الله. بس تفائل وبلاش الكلام الكتير، ويا ريت بلاش نتكلم على حد او على ناس يا برج السرطان، ونصالح الناس اللي زعلانة مننا، ونقول يا رب، ونخلي بيننا وما بين ربنا عمار يا برج السرطان. طبعا دلوقتي الناس اللي اختارت رقم 3 ورقم 8 ورقم 4، هنشوف الرسائل ونشوف كمان النية بتاعت الارقام. طبعا رسالة رقم 3، رسالة رقم 3 رقم الحظ السعيد، عندك حظ سعيد ان شاء الله باذن الله وتفاعل. رسالة رقم 8 عندك مال ان شاء الله باذن الله قريب جدا، وعندك تحقيق عدالة في امر وتحقيق هدف زي ما قلت لك يا برج السرطان. رسالة رقم 4 طبعا رقم 4 رقم المواهب، عندك تغيير اتجاه يا برج السرطان وارتباط وعدالة. النية اللي اتحطت على الارقام، النية اللي اتحطت على رقم 3 تفائل، نية رقم 3 تفائل بالتوفيق وهتتحقق قريب جدا ان شاء الله. نية رقم 8 قول يا رب، وما تنساش دايما ان ربنا قادر على تغيير الحال، ما تفقدش الامل بس قول يا رب. نية 4 هي الحكاية محتاجة صبر، الحكاية محتاجة صبر وشوية مجهود شوية يا برج السرطان، وان شاء الله بإذن الله تحصل على كل اللي انت عايزه. اتمنى تكون استفدت القراءة من القراءة بتاعت برج السرطان خلال شهر نوفمبر، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وتحياتي ليكم، واي حاجة عايزينها في التعليقات مفيش اي مشكلة.